الحديث عن فقاعة في الأسهم وتحديدا الأمريكية منها مستمر منذ فترة، وجهات النظر عديدة ومختلفة حيال ما يحدث اليوم في الأسهم الأمريكية. البعض يرى بأن نعم هنالك فقاعة، البعض يرى فقاعة ربما في أماكن ما، البعض لا يرى بأن هذه المخاوف مبررة إلى حد كبير، ومنهم أيضا جولدمان ساكس. لو ننظر يعني بداية إلى بعض المقررات اليوم، معدل السعر مقابل المبيعات لمؤشر الاس ام بي 500 بأكمله، يعني هنا نتحدث لبرايس تو سيلز ريشيو، نعم مرتفع عند حدود 3 مرات، ولكن ليس بالارتفاع الكبير، وخصوصا لو قارناه مع معدل السعر مقابل المبيعات لأسهم التكنولوجية في هذا المؤشر الذي وصل إلى حدود 7 مرات تقريبا. نعم، لذلك البعض يرى بأن هنالك مخاوف بأن بعض القطاعات اليوم يعني تشكل نوع من الفقاعة، وخصوصا الأسهم التكنولوجية منها التي طبعا اقتربت من المستويات التي وصلنا إليها في عام 99 و2000 عندما حدثت الفقاعة في المؤشر الناسداك. ولكن لو ننظر نظرة شاملة على مقررات الربحية البرايس تو ايرنينجز مالتيبلز اليوم، نرى بان ايضا اداء القطاعات مختلف. لو نظرنا مكرر الربحيه المستقبلي وقارناه مع المعدلات المتوسطه ل5 سنوات و10 سنوات، نرى السلع الكماليه ربما هي من الاكثر ارتفاعا، وخصوصا انه لدينا اسهم مثل امازون اليوم فيها، تسلا كذلك الامر، وبالتالي نشهد المكررات مرتفعه جدا جدا. التصنيع ايضا ارتفعت، ولكن كان الارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما بدأنا نشهد توجه إلى هذه القطاعات مع عودة افتتاح الاقتصاد. التكنولوجيا كذلك الأمر أعلى من المتوسط، الطاقة كذلك الأمر، هذا هو الأس أم بي 500، الرعاية الصحية والأسهم المالية ربما أقل ارتفاعا عن باقي القطاعات، ولكنها طبعا استفادت كثيرا من التدفقات المستثمرين خلال الأسابيع الماضية. لماذا يعني جولدمان ساكس غير يعني متخوف كثيرا من حدوث فقاعة؟ يعني يرى بأن نعم هنالك ارتفاعات يعني مثيرة للإعجاب بحسب ما شهدنا لأداء المؤشرات الاس ام بي، الناسداك والداو، كلها اليوم عندها أرقام قياسية، وهنالك ربما أوجه تشابه ما بين تحرك السوق اليوم وما شهدناه في الفقاعات السابقة. منها لدينا سهولة كبيرة للائتمان مع فوائد رخيصة جدا، طفرة تكنولوجية وهذا ما شهدناه أيضا منذ مارس من العام الماضي، الروافع المالية كذلك الأمر يساهم، تريدينج أون مارجن، وخصوصا عند دخول المضاربين الريتيل تريدرز المستثمرين الأفراد الجدد، كل هذه عوامل تلعب دور هام، بخصوصا أن أسعار الفائدة أيضا منخفضة اليوم، وهي من أبرز الأمور التي تدعم ارتفاع هذه التقييمات والأسعار. ولكن مخاطر حدوث فقاعة وشيكة منخفضة نسبيا. الأسباب لذلك هي يعني بداية نرى بأن اليوم يعني العوامل الحالية التي ترفع الأسواق، أشرنا إلى ارتفاع سوق الأسهم مدفوع بالعوامل الأساسية، يرى بأنها ليس فقط مضاربية، ربما المضاربة جزء ولكنها جزء صغير، ولكن الفاندمنتلز اليوم والأساسيات قوية لهذه المكاسب. أسعار الفائدة ستستمر على أن تكون منخفضة ربما لفترة مطولة. أساسيات قطاع التكنولوجيا أيضا تختلف عما كانت عليه في عام 2000 عندما كان لدينا الكثير مما يسمى في الزومبي كومبانيز، اليوم شركات التكنولوجيا قوية جدا. بحسب بنك أوف أمريكا يرى بأن التدفقات النقدية للأسهم العالمية ستستمر وبقوة، وبقوة جدا، بحدود التريليون و600 مليار دولار ستدخل إلى السوق، وهذا سيكون رقم تاريخي لم نشهد مثيل له في الفترات السابقة. والأمور الأهم بأن اليوم البنوك في وضع قوي جدا، وشهدنا هذا في الستريس تيست التي كنا نشهده للأسهم الأمريكية تحديدا، وكذلك الأمر نوعا ما الأسهم الأوروبية. لدينا عمليات استحواذ، يعني عندما تكون شركة ضعيفة قد لا تفلس، ولكن قد نشهد عمليات استحواذ عليها، خصوصا نتيجة وجود السيولة والكاش الكبير، الدعم من شركات أيضا تحقق أرباح، بالإضافة إلى استمرار الارتفاعات من عودة تعافي الاقتصاد. كل هذه العوامل يراها جولدمان ساكس بأنها ستشكل استمرار للمكاسب التي شهدناها في وول ستريت، وأنه لا يرى مخاطر فقاعة لأي ارتفاعات في سوق الأسهم حالياً.